مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هنا العاصمه. انا لما جبريل اكون مع حضراتكم على مدار هذه الحلقه. الحقيقه ان الحلقه النهارده حلقه طويله ومليانه. الجزء الاول هي فقره حواريه بتكلم عن تعاون البرلمان والحكومه في عده خدمات، ويمكن هو تعاون بشكل فردي من اعضاء البرلمان في خدمات مختلفه. يمكن من ابرز واهم هذه الخدمات هي مساله دمج الغارمين والغارمات في المجتمع بشكل او باخر، من خلال تشريعات، من خلال مبادرات من قبل اللجان المختلفة في البرلمان. حديث أيضا عن خدمة أخرى في نفس الفقرة، وهي خدمات صحية في الصعيد والأرياف وتطوير الخدمات الصحية المقدمة هناك. الفقرة الثانية مشاهدينا الكرام عن العملية الشاملة سيناء 2018، كل ما يخص العملية من تطورات على نطاق الميداني، من مكتسبات للجيش المصري. نتحدث أنه بالفعل العملية بدأت في فبراير 2018، صدر منذ بداية هذه العملية 27 بيان. هيكون لنا حديث بشكل أشمل وأطول خلال هذه الفقرة. خلونا نبدأ كالعادة بأبرز الأخبار والمستجدات على مدار اليوم. وبالفعل وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جولته الأسيوية اللي كانت بدأها بالبحرين ومن ثم الصين، واليوم وصل إلى أوس باكستان، وهذا في ختام هذه الجولة. نتكلم أنه يمكن هذه، خليني قبل ما أتكلم عن أوس باكستان أتكلم عن اليوم الأخير في منتدى الصين إفريقيا، واللي طبعا كان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والكثير من القادة الأفريقيين. فارقة رئيس كان له كلمة اليوم في ختام المنتدى، يمكن أبرز ما جاء في هذه الكلمة هو شكل الشراكة والتعاون بين الجانب الإفريقي والجانب الصيني، أهم ما يميز هذه الشراكة وهذا الشكل من التعاون وهذه العلاقات على المستوى الاستثماري والتجاري. الحقيقة أيضا أنه رئيس تحدث عن الربط بين مبادرة الحزام والطريق، والحزام والطريق هو بيمثل الشكل الجديد من طريق الحرير اللي الصين بتعمل عليه منذ الإعلان عنه من 2013، وأجندة إفريقيا التنموية 2063. الحقيقة أيضا أنه رئيس خلال الكلمة اليوم في منتدى الصين إفريقيا تحدث عن أهمية الشراكة الصينية الإفريقية في إطار تحقيق التنمية المستدامة، توفير مزيد من فرص العمل للشعوب الإفريقية، تطوير البنية التحتية القارية، تعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين إفريقيا والصين. بنتكلم أيضا عن تطوير المنظومة الاقتصادية الإفريقية وتنوعها، تعزيز المنظومة الصناعية. الحقيقة أنه العديد من النقاط اللي كان ذكرها رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال كلمته في منتدى إفريقيا الصين. والحقيقة أنه أشار أيضا رئيس أو دمج هذه الأفكار وهذه المبادرات اللي بيتم العمل عليها ليس فقط من خلال هذه الدورة ولكن من الدورة السابقة واستكمالا بالدورة القادمة، أنه هذه ستكون عناصر رئيسية على رأس أولويات أجندة مصر حين توليها الاتحاد أو رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019. الحقيقة أيضا أنه رئيس تحدث بشكل أو بآخر عن تعاون ثلاثي، أو أن سيكون هناك تعاون بين الجانب المصري الإفريقي الصيني، وده وضع مصر في مكانة مختلفة يمكن للخطط الاستراتيجية للدولة المصرية بأنها تكون بوابة الصين وغيرها من دول للقارة الإفريقية. خليني أرجع بحضراتكم للزيارة اللي بالفعل وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لآخر محطاته في هذه الجولة بأوس باكستان، ويمكن هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصر إلى أوس باكستان منذ عام 91، منذ استقلالها يعني. هي الزيارة الثانية برضو لرئيس مصري بعد زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. من المفترض أنه جدول أعمال رئيس أنه هيلتقي برئيس الأوسباكي، ومن المفترض أنها تستمر لمدة يومين. على العموم للمزيد من التفاصيل خلونا نستقبل دكتورة سما سليمان، خبير في العلاقات الدولية. دكتور أهلا بيكي. مساء الخير أستاذة لمى. أهلا بحضرتك. سعيدة جدا بالتواجد مع حضرتك في هذا البرنامج. أنا أسعد يا دكتور. خليني في البداية أسألك عن مكتسبات زيارة الصين حتى الآن. الحقيقة أنه زيارة إلى جانب المنتدى الهام جدا، منتدى إفريقيا، الصين كان على هامش الزيارة عدة لقاءات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعينه مصر أبرمت عدة اتفاقيات هامة. مكتسبات هذه الزيارة للجانب المصري يا دكتور تفضلي. الحقيقة ان معروف ان هذه الزيارة كانت من مصر معروف عنها ان هي دولة مركزية في منطقة الشرق الاوسط، وان هي تعتبر بوابة الصين للولوج لافريقيا،
الصين دولة كبرى في النظام العالمي، وبالتالي هي لديها الفرصة ان هي تفتح افاق جديدة جدا امام مصر للدخول الى اسيا. الجولة الاسيوية عموما بتعكس اهمية قارة اسيا السياسة الخارجية المصرية وقدرة القيادة السياسية على استشراف مستقبل النظام العالمي الجديد، وان هو بيقيم وضع قارة اسيا في هذا النظام حاليا ومستقبلا، وبالتالي هو بيبادر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة علاقات جيدة ووطيدة مع دول آسيا وعلى رأسها الصين وبالتالي أيضا روسيا. قارة آسيا مهمة جدا لمصر لأن بيوجد فيها قوتين من القوى الكبرى الموجودة في النظام العالمي اللي هم روسيا والصين. الصين معروف ان ليها اهتمام كبير جدا بقارة افريقيا وان هي ليها استثمارات كثيرة جدا، وان حجم صادراتها لافريقيا وصل ل 170 مليار لكن حجم صادراتها 3 مليار دولار فقط. بالتالي هي في تخطيطها المستقبلي وفي ان هي تكون عامل مساعد في تحقيق التنمية المستدامة 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063. دكتور خليني أسألك في إطار مبادرة الحزام والطريق واللي هي بتمثل إعادة إحياء لطريق الحرير، والحقيقة ضخت الصين مليارات في البنية التحتية وفي عدة عوامل لإحياء هذا أو هذه المبادرة مرة أخرى، والحقيقة أنه هذا أو هذه المبادرة لها مسارين، مسار بحري ومسار بري. كيف يمكن لمصر أن تصبح فعلا البواب للجانب الصيني لإفريقيا؟ ممكن ده توجه مصري مع أو بشكل أو في شكل علاقتها مع دول المختلفة، كيف يمكن الاستفادة من هذه المبادرة أيضا نظرا طبعا لأهمية الجغرافيا وقناة السويس؟ طبعا حضرتك زي ما هو معروف أن قناة السويس دخلت في نطاق مشروع طريق الحرير، طريق الحزام والحرير، وده ما فيش شك على المستوى البحري هيصب بشكل كبير جدا، لان قناة السويس بيمر فيها يعني العديد من السفن الخاصة بالتجارة الدولية وخاصة القادمة من قارة آسيا. ايضا ان مصر معروفة عنها ان هي عندها استراتيجية لتطوير القارة الأفريقية، احداها بيعتمد على يعني تأسيس او انشاء خط سكك حديدية من شمال افريقيا لجنوب افريقيا، وطبعا ده ما فيش شك هيصبوا في طريق الحرير اللي هو البري. وفي نفس الوقت مصر عندها خطة اخرى لتحقيق التنمية البنية التحتية من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، وبالتالي ايضا ده هيساعد استثمارات او الصين ان هي تستثمر في هذا المجال ايضا. فبالتالي مصر هي بتعتبر يعني مصدر افاده كبير جدا للصين، وفي نفس الوقت الخطه اللي وضعتها الصين للاستثمار في افريقيا هتصب في صالح تحقيق الاستراتيجيه مصر على كافة المستويات في أفريقيا. كيف تبعتي في كلمة الرئيس دكتور أيضا مسألة أنه ربط كل العناصر الأساسية التي تربط القارة الإفريقية بالصين، إذا كانت عوامل تجارة، تعزيز تجارة حرة، تحقيق تنمية مستدامة، توفير مزيد من فرص العمل، وضعها على أولويات أجندة مصر حين توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019؟ كيف تبعتي أو رأيتي وقرأتي هذا الربط؟ هو الحقيقة إن مصر عندها استراتيجية كاملة للتحرك أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي بداية من عام 2019. مفيش شك إن هي تدخل استراتيجية الصين ضمن أهدافها وأثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، ده هيساعد على إن هي يعني تكون زي مراقب أو عامل مساعد لتحقيق هذه الأهداف في أثناء فترة رئاستها الاتحاد الأفريقي. خليني أتكلم معك يا دكتور عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزباكستان، يعني هذه زيارة مختلفة، زيارة أولى من نوعها منذ استقلال أوزباكستان، ما الذي ننتظره؟ ما الذي يعني عايزينه من هذه الزيارة؟ من وراء هذه الزيارة ما الذي ننظر إليه؟ هو في البداية أن دولة أوزباكستان هي أحد الدول الخمس الدول آسيا الوسطى. منطقة آسيا الوسطى منطقة معروف أن هي لها أهمية كبرى خاصة بسبب قربها من بحر قزوين
النزول القيمة الاقتصادية الكبيرة خاصة لامتلاكه الغاز الطبيعي بكميات كبيرة جدا. المنطقة دي تعتبر أحد روافد أمن الطاقة لدولة الصين، وهي مسرح للنفوذ السياسي الروسي وأيضا مسرح للنفوذ العسكري الأمريكي. فبالتالي هذه المنطقة منطقة حيوية جدا، وبتسعى كل الدول أن يكون لها نفوذ سواء اقتصادي أو سياسي أو عسكري فيها. هذه تفضلي يا دكتور حضرتك، هذه الزيارة بتعكس زي ما قلنا أهمية منطقة وسط آسيا في السياسة الخارجية المصرية، وأوزبكستان بتعتبر بوابة مصر العبور لهذه المنطقة الهامة. ومؤخرا تم التوقيع بين الدول المطلة على بحر قزوين، صحيح أوزبكستان دولة حبيسة ولا تطل على بحر قزوين، ولكن هذه الاتفاقية لاستثمار الموارد بحر قزوين هينبع هترتب عليها أنها تكون منطقة مرشحة للتنمية الاقتصادية بشكل كبير جدا، وبالتالي هي هتقدم فرص تجارية وفرص استثمارية كبيرة تقدر مصر تستثمرها. أيضا الزيارة دي مهمة بالنسبة لمصر، لأن احنا هنزود حجم التبادل التجاري مع دولة أوزبكستان بالإضافة لدول آسيا الوسطى، وكذلك هنجذب الاستثمارات الأوزبكستانية أو نزود الاستثمارات المصرية أيضا. برضو ده هيصب في مجال السياحة، وأيضا هيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة سواء كانت الصناعة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة. نقدر نقول أنه هذه الزيارة تأخذ طابع استثماري اقتصادي أكثر يا دكتور، أم أنه المسألة شاملة علاقات دبلوماسية مختلفة بين البلدين؟ وطبعا العلاقات الدبلوماسية لا تخلو من أيضا اتفاقيات شراكة على المستوى الاقتصادي أو الاستثماري. لا، هو الحقيقة جولة الرئيس الأسيوية عموما كلها على بعد استراتيجي، فبالتالي هي بتركز على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، خاصة إن أوزبكستان من ضمن الدول اللي موجودة في منطقة وسط آسيا، اللي هي أصلا بتعاني من انتشار التطرف اللي انتقل إليها من أفغانستان. فبالتالي هذه الدولة لديها تجربة في مواجهة الإرهاب لا يستهان بها، ومن ثم التعاون الأمني بين مصر وبين أوزبكستان في هذا التوقيت مهم جدا، خاصة إن مصر لديها مشكلة كبيرة وهي مشكلة الإرهاب، ومن ثم التعاون الأمني والتنسيق الأمني مع دولة بحجم أوزبكستان وتجربتها اللي لا يستهان بها في هذا الإطار مهمة جدا في هذا التوقيت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سامة سليمان، خبير في العلاقات الدولية. نذهب لنتابع خبر آخر مشاهدينا الكرام، وهو عن أوضاع القطاع الخاص غير النفطي. وكما هو مذكور في بيان أنه أظهر فعلا مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تحسن في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وده للشهر الثاني على التوالي. بنتكلم عن ارتفاع المؤشر من 50.3 نقاط في يوليو الماضي إلى 50.5 نقاط في شهر أغسطس. خليني أقول لحضراتكم أن أي قراءة دون مستوى 50 أو أقل من 50 ده بيعد انكماش في هذا المؤشر، بينما تشير أي قراءة فوق مستوى 50 ده بيعد نمو. احنا بنتكلم أنه هذا ثاني شهر على التوالي بيحدث نمو في هذا المؤشر، مؤشر مديري المشتريات غير النفطي. خليني أقول لحضراتكم أيضا أنه كشف المسح عن أو ما ينم عن تقارير عن زيادة في هذا المؤشر، أنه بنتكلم في زيادة في الطلبيات الجديدة، وهذا يرجع إلى طلب القوي من الأسواق المحلية والأجنبية أيضا على المنتجات. بنتكلم أنه التقرير أيضا قال أنه بيانات الشهر الماضي أظهرت تحسن أوضاع التشغيل في القطاع الخاص، وده مدفوع بزيادة الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف إلى مستوى قياسي. الحقيقة أنه في الوقت ذاته بنتكلم عن مازال هناك تضخم أو انفليشن في أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، ده بالرغم من تراجعه في أو من مستوى شهر يوليو المرتفع مؤخرا، وده أدى إلى زيادة أخرى في أسعار السلع والخدمات. خليني أقول حضراتكم أيضا أنه كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان أعلن في منتصف أغسطس استمرار انخفاض معدلات البطالة، وقال أن معدل البطالة وصل إلى 9.9 في الربع الثاني من 2018، بنتكلم عن أبريل ويونيو، و
كان او بنتكلم انه كان 10.6% في الربع الاول من عام 2018، بنتكلم انخفاض قدره 0.7%. على العموم للمزيد من المتابعه بينضم الينا عبر الهاتف استاذ محمد ابو باشا الخبير الاقتصادي. استاذ محمد اهلا بيك. يعني ايه تحسن في اداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر؟ يعني المؤشرات دي بتدل على ماذا؟ وهذه النسبه تحديدا من 50.3 ل 50.5 نقاط. أنا عشان حكي طبعا المؤشر ده بيقيس الحركه في القطاع الخاص بالنسبه زي ما حضرتك قلت القطاع الخاص غير نفطي، وبالتالي هو احنا بنبص على عصب القطاع الخاص، وبالتالي بنبص على المؤشر المبيعات بنشوفه من مديرين المبيعات والمشتريات، وده اللي بيقيس بالظبط حركه الـ يعني حركه القطاع الخاص بالنسبه للنمو فيه. ان احنا نشوف طبعا قراءه ايجابيه لشهرين متتاليين اول مره تحصل من 3 سنين، وبالتالي يعني بتدي مؤشر ان ممكن نكون ابتدينا فعلا نشوف تعافي بالنسبه لحركه القطاع الخاص، اللي هي طبعا تاثرت الفتره اللي فاتت ببعض الزيادات في الاسعار وزياده اسعار الفايده وكده. ممكن ان احنا زي ما حضرتك المؤشر ده يقول ان احنا ابتدينا نشوف فعلا تعافي مستدام بالنسبه للقطاع الخاص. استاذ محمد عايز اسالك ايه معدلات قياس هذا التحسن؟ يعني ايه لما يحصل نقدر نقول انه المؤشر بيرتفع بشكل او باخر؟ معنى ارتفاع المؤشر ان هو زي ما حضرتك هو بيقيس هو مؤشر المشتريات بالنسبه للقطاع الخاص، ده بيدل ان حركه البيع والشراء بالنسبه للقطاع الخاص في تحسن، فبالتالي ان حجم الاعمال بالنسبه للقطاع الخاص ان هو ابتدى يزيد، ان يكون في القراءه فوق 50 بالنسبه للمؤشر ده معناه ان في توسع، ان في زياده وفي نمو بالنسبه للقطاع الخاص. اللي كان برضو ايجابي في الارقام بشكل كبير برضو ان احنا شفنا الزياده دي اللي هي كانت جزء منها كبير منها جاي من ان في زياده في الصادرات مع تحسن في الطلب المحلي برضو. هل ليها علاقه بعمليات البيع والشراء فقط ولا برضو داخل فيها توظيف من القطاع واعمال جديده بتدخل؟ لا هي يعني بتتكلم على ان الاعمال القائمه حجمها ان هو مش بتخفض اكتر الاستثمارات وكده، دي ده مؤشرات ثانيه ممكن هي بتقيسه، بس بتتكلم على حجم الاعمال اللي هي القائمه ان المصانع ابتدت يبقى لو بقى عندها خطوط الانتاج بتاعتها ابتدت تستخدمها بشكل اكبر، ابتدت مبيعاتها انها تزيد بشكل اكبر، مبيعات كحجم الاعمال نفسه مش بس يعني ان هو يعكس زياده في الاسعار. وكان برضو زي الحاجة الإيجابية الثانية إن هو كان الزيادة في الحجم العمل ده كانت مصحوبة برضو بزيادة في مؤشر العمالة، وبالتالي ده بيدل إن هو تحسن نتائج الأعمال دي ابتدت إن هي برضو تنعكس على إن هو يكون في زيادة في بالنسبة للعمالة بالنسبة للقطاع الخاص وخلق فرص العمل. طب ازاي نقدر نقيس هنا استاذ محمد انه على الرغم من ارتفاع المؤشر انه ما زال هناك تضخم في اسعار مستلزمات الانتاج؟ ايه الربط بين الاثنين؟ ازاي نقدر نعمل عمليه قياس هنا؟ بضحك برضه ده فكره ان هو طبعا احنا شفنا اخر موجه من زياده الاسعار كانت موجوده في يونيو ويوليو مع زيادات في اسعار الطاقه بشكل اساسي. اظن برضو ده بيدي مؤشر ان القطاع الخاص ابتدى ان هو يعني يتعامل ويستوعب الزيادات، خصوصا ان هي زيادات كانت معلنه من قبل كده وكانت معروفه، فاظن ان هو حصل تعافي بشكل كبير. احنا طبعا كان في زياده في مؤشر الاسعار الشهرين اللي فاتوا، بس يمكن مؤشر شهر اغسطس ابتدى يوري ان في يعني مقارنه بالشهر اللي قبله ابتدى يبقى في انخفاض في تحسن من نسبه الاسعار دي، واظن ان هو ان في استيعاب من القطاع الخاص ان هو قادر ان هو يستوعب الزيادات في الاسعار دي. مسألة التحسن إلى أي مدى هي ممكن تستمر؟ يعني دايما كنا بنسمع إن مسألة الإنفليشن أو التضخم صعب جدا إن هي يحدث فيها التحسن بشكل أو بآخر حتى لو هذا المؤشر ارتفع. إلى أي مدى ممكن نفضل مستمرين في مسألة التحسن حتى نشعر به؟ والله طبعا احنا لازم نراقب الارقام ونشوف، بس اظن ان احنا ابتدت ان كتير من موجة التضخم اللي احنا كنا متوقعينها ابتدت تبقى بتتجه للانحسار. اظن احنا في خلال السنه القادمه هنبتدي نشوف انخفاض في سعر الفايده، ابتدينا نشوف تحسن في قطاع زي السياحه، تحسن في النمو القطاع الاستراتيجي بشكل عام، فاظن ان احنا مرشح ان احنا نفضل نستمر في التحسن ده. التحسن وتيرته ممكن تكون بطيئه شويه، ولكن ابتدينا نخش في مرحله ان احنا يبقى في تحسن مستدام، مش شهر او شهر لا او شهرين او كده، لا احنا يعني بشكل مستدام حتى لو وتيرته بطيئه شويه، واظن هتتسارع مع الوقت، ويمكن انخفاض سعر الفايده وزياده الاستثمارات بدايه من
يعني منتصف العام القادم ممكن ان احنا نبتدي نشوف المؤشر مستمر في النمو. الحقيقة بالربط بين ارتفاع هذا المؤشر ومعدلات البطالة اللي وصلت ل9.9 في الفترة من ابريل وحتى يونيو 2018، هل بنتكلم انه هذه المسألة مرجحة للانخفاض جديد مستقبلا مع هذه المؤشرات اللي بيتم فيها تحسن من ابرزها مديري المشتريات؟ بالظبط، لان طبعا هو لو القطاع الخاص ابتدت ان حجم اعماله انها تزيد، ده بيشجع القطاع ان هو يبتدي مش بس ان هو يعني يزود استثماراته ويزود خطوط انتاجه ويبتدي ان هو يزود في العماله، لان الطلب ابتدى يتحسن فيكون في نمو، فاكيد ده هينعكس على مؤشر البطاله بشكل مباشر. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي. خلينا نذهب لخبر آخر والنادي الأهلي. الحقيقة أنه كانت هناك مستجدات على أثر المباراة اللي كانت أقيمت بين الأهلي والإنتاج الحربي يوم الأحد. شفنا كما هو مذكور يعني أخطاء تحكيمية واضحة، وشاف النادي الأهلي أنه هذه الأخطاء حرمته من فوز محقق في هذه المباراة. كمان الحقيقة أنه خلال هذه المباراة كان حصل صدام بين حارس النادي الاهلي محمد الشناوي وحكم المباراه ابراهيم نور الدين، وحصل مشاده بشكل او باخر. على اثر ذلك كان هدد النادي الاهلي بالتصعيد، التصعيد ده كما ذكر النادي انه ممكن يصل لعدم استئناف الفريق الاول لكره القدم مباريات الدوري الممتاز في حاله عدم وضوح الرؤية الكاملة، ده زي يعني نصيا زي ما قال النادي الأهلي عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة. خليني أقول لحضراتكم أن النادي الأهلي على هذا الأساس طالب بعدة مطالب في خطاب توجه به لاتحاد الكرة باتخاذ قرارات صارمة لها علاقة بتحكيم. أولا إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، طلب برضو إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في مباريات مختلفة. كان أيضا من إحدى مطالبه أنه المباريات القادمة للنادي الأهلي تقام بتحكيم دولي والنادي الأهلي على استعداد أنه هو يتحمل تكاليف هذه المسألة. برضو كان من إحدى مطالب النادي الأهلي أنه يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم وتطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف أو فيفا فير بلاي. الحقيقة أنه جاء رد من الاتحاد على لسان رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ويمكن كان قال انه من حق النادي الاهلي انه يطلب حكام اجانب فعلا لجميع مبارياته بالدوري، وانه القرار النهائي طبعا في ايد مجلس الجبلية وليس في لجنة الحكام، ولكن رفض بيان او رفض الجزئية دي في بيان النادي الاهلي اللي طلب فيه التحقيق مع ابراهيم نور الدين حكم مباراة الانتاج الحربي. على المزيد من التفاصيل عموما معنا أستاذ حسن المستكاوي الكاتب والناقد الرياضي. أستاذ حسن أهلا بيك، وشايف الموقف إزاي الآن بين الأهلي واتحاد الكرة؟ طبعا أهلا وسهلا. يعني أخطاء الحكام كثيرة فعلا في الموسم ده والموسم اللي فات وفي العالم كله بتقع أخطاء، لما في مباراة الأهلي في ثلاث اخطاء من طاقم التحكيم، مش هقول ابراهيم نور الدين لوحده، من الطاقم الكامل. ضربه جزاء كان لازم تتحسب للاهلي ما تتحسبتش، كان في هدف صحيح ولم يحتسب، وبعدين الاعتراض المبالغ فيه قوي من جانب محمد الشناوي ودفع لاعب الانتاج، ده طبعا كله كان يستحق عقوبه اكبر من الانذار يمكن الطرد. الأخطاء بتبقى واردة. أنا السؤال، هل الأخطاء دي متعمدة ولا مش متعمدة؟ يعني هل دي مقصودة؟ هل أنا شايف كده إن في اتجاه بيقول إن طاقم التحكيم كان يتعمد يلغي هدف أو يحتسب لا يحتسب التسلل أو ضرب ما يحتسبش ضربة جزاء؟ أنا مش شايف إنها أخطاء متعمدة ومقصودة، وده يعني نقطة مهمة جدا، لأن لو خطأ متعمد دي تبقى كارثة. الأخطاء بتبقى واردة والناس كلها عارفة أن أي حكم بيغلط، يعني طبعا أي حكم كمان لما بيغلط بيبقى خطأ بهذه الصورة أو أخطاء بهذه الصورة بيتعاقب أو بيتحاسب حتى على مستوى كأس العالم، إما بيستبعد من البطولة أو بينال شكل من أشكال العقاب. التحقيق لما الأهلي بيطالب بالتحقيق رئيس لجنة الحكام قال إحنا مش بنحقق لأن مفيش ما يستدعي التحقيق، لأن كل الحكام في العالم يقع في أخطاء، لو كل حكم بيتحاسب عشان
بيتحقق معاه عشان عمل خطأ ده يعني صعب جدا، لأن هذه الأخطاء واردة في كل المباريات في كل البطولات. إنما بيتعاقب طبعا، هو بيتعاقب عشان سوء التقدير، عشان المخالفة اللي وقعت منه في اي مباراه. الحقيقه استاذ حسن انه برضو كان الاهلي عده مطالب على اثر تهديده انه مش هيشارك في الدوري، انه غير التحقيق هو يعني انا ما اعرفش الى اي مدى رفض رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره هو النهائي لمساله التحكيم مع الحكم اللي كان بيدير المباراه ابراهيم نور الدين، ولكن يعني مساله برضو تطبيق تقنيه الفيديو او الفي اي ار الى اي مدى ممكن تطبيقها وعقبات تطبيق ايضا هذه الخاصيه. حضرتك بتتكلمي مع حاجه مهمه جدا، والنادي الاهلي طرح حاجه مهمه جدا ان هم اتحاد الكره يطبق الفار، بس واضح قوي ان يعني في خيال شويه من في هذا الطلب، لان عشان احنا نطبق الفار عايزين تكنولوجيا مش موجوده، وعايزين امكانيات مش موجوده، وعايزين 33 كاميرا، وعايزين مركز تحكم تكنولوجي، وعايزين كاميرات تختلف عن كاميرات اللي بتنقل المباريات. طب الاول نجيب للحكام سماعات، ونجيب الرذاذ المتلاشي، الحاجات اللي هي رخيصه قوي سهل قوي تتجاب، بعد كده نفكر في الفار. الفار تقنيه صعبه وباهظه الثمن وعايزه وقت كمان عشان تتعمل. يا ريت تتعمل. هل يا استاذ حسن حضرتك شايف انه في مبالغه بشكل او باخر في طلبات او في بيان النادي الاهلي اللي توجه به لاتحاد الكره؟ شايف احيانا المثاليه بتبقى فيها مبالغه لما تكون بعيده عن الواقع. هو انا بقول ان في مبالغه طبعا، لان في بعض الطلبات من جانب النادي الاهلي بعيده عن الواقع تماما، زي الفار مثلا، ده حاجه صعبه جدا تتعمل، يا ريت تتعمل في الخمس سنين اللي جايه، مش اول بكره او الموسم ده. يا ريت يبقى في كده خطه ان احنا يبقى عندنا بعد سنتين ثلاثه خمسه تقنيه الفار، يا ريت نوصل لها، بس يا ريت كمان نوصل النقل التلفزيوني الصح والصحيح والجميل والاخراج الجميل. فنحسن حاجات كثيره، الكره محتاجه انها تتحسن لانها صناعه مهمه قوي. ولكن في نقطه التحقيق مع حكم المباراه والطاقم، انه منعهم من اداره مباريات اخرى، الى اي مدى برايك انه يحق للنادي الاهلي انه يطلبه؟ كان كثير تم استبعادها من اداره مباريات لفترات مختلفه حسابا او عقابا لاخطاء وقعت منها، انما فكره التحقيق، ما هو برضه التحقيق ده ليه شروط وليه معايير. لو الاخطاء متعمده، لو في يعني في اخطاء كارثيه بحاجات خارج انا مش عايز اسميها يعني زي ما بيتقال، لكن لو في اخطاء تتعلق بالذمه الماليه، ده طبعا بيبقى عايز تحقيق، وده اللي قاله رئيس لجنه الحكام. انما دي اخطاء بترتب عليها استبعاد وعقاب لفترات مختلفة حسب قدر الخطأ اللي وقع من الحاكم، لكن إبراهيم نور الدين لوحده ما يتحملش برضه المسؤولية، لأن طاقم التحكيم كله يتحمل المسؤولية، إن في مساعدين كانوا يقدروا يساعدوا الحاكم في اتخاذ القرار الصحيح. على الرغم من إنه كابتن عصام عبد الفتاح اللي هو يعني طبعًا رئيس لجنة الحكام رفض هذه المسألة، قال إنه ليه نفتح يعني التحقيق بيكون تحت بعض البنود المحددة، منها إنه يكون خطأ متعمد أو يكون هناك خطأ مالي أو في الذمة المالية أو بعض هذه الإجراءات الإدارية. بسبب ربط فكرة التحقيق، لكن فكرة العقاب والاستبعاد اعتقد انها وارده. استاذ حسن، تعتقد الازمه هتنتهي ازاي في ظل تهديد الاهلي انه هيخرج من الدوري؟ حضرتك بقى بتقولي سؤال مهم جدا، حكايه انسحاب دي لا، دي بقى زادت عن الحد، سواء من الاهلي او من الزمالك. عيب قوي لما يبقى اكبر ناديين في مصر كل شويه بيقول احنا انسحب مهما كانت المخالفات والاخطاء. هو بيحاول يدافع عن حقوقه، ده حقيقي وده سليم، لكن في قواعد كثيرة جدا أو في خطوات كثيرة أوي ممكن أي نادي يتخذها عشان يدافع عن حقوقه. حتى مجرد البيان ده شكل من أشكال الدفاع عن الحق. إنما فكرة الانسحاب كل شوية نادي يطلع يقول أنا بنسحب لو ما حصلش كذا،
انا مش شفت ده بيحصل في كوالالمبور حتى. ما بينفعش ابدا ان في انديه كبيره في العالم او انديه كبيره سواء في مصر او في غير مصر كل شويه تطلع تقول انا بنسحب عشان الحكم عمل كذا، انا بنسحب عشان اتحاد الكوره عمل كذا او ما عملش كذا. لا، فكره الانسحاب دي في الرياضه خالص ما لهاش علاقه بالرياضه، وكل من يردد كلمه الانسحاب في مجال الرياضه في مصر او في غير مصر لا لازم يفكر قوي هو الجدير بالمكان اللي هو فيه ولا لا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن المستفاوي الكاتب والناقد الرياضي. خبر آخر مشاهدينا الكرام، ويمكن بعد أيام من تفعيل قرار بدء عودة الجماهير للاستادات من أول سبتمبر الجاري، بالفعل بدأت وزارتا الإنتاج الحربي والشباب والرياضة في التجهيزات الفنية لعمل منظومة إلكترونية متكاملة لدخول الجماهير استادات كرة القدم، ده بتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في الأمن والحلول الإلكترونية. المنظومة الإلكترونية المستهدفة من المفترض أن هي تعمل على حجز تذاكر دخول الاستادات ومشاهدة المباريات عن طريق الإي تيكتنج وإنشاء قاعدة معلومات آمنة طبقا لأحدث التقنيات والخبرات العالمية ومعايير أمن المعلومات. والحقيقة أن الكل كان بيطالب بهذه المسألة لأنه لا كرة بدون جمهور، ويمكن ده كان مطلب أنه نتبع بقى الأساليب العالمية لتأمين دخول الجماهير. للمزيد من المتابعة معنا الأستاذ محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. أستاذ محمد دكتور أهلا بيك، احنا فين دلوقتي من المنظومة الإلكترونية لدخول مباريات كرة القدم؟ برحب بيك وبرحب بكل السادة المشاهدين. يمكن النهاردة كان اجتماع هام جمع السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسادة اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإدارة للإنتاج الحربي، وأيضا ممثلين عن اتحاد كرة القدم كابتن مجدي عبد الغني والمدير التنفيذي العميد ثروت سويلم وممثلين من وزارة الداخلية والدفاع. هذا الاجتماع يهتم بتأكيد وتفعيل المنظومة الإلكترونية داخل الملاعب المصرية خلال المرحلة المقبلة. طبعا تابعنا عن كسب خلال الفترة الماضية، يمكن بدأت عودة الجماهير أول سبتمبر ب5000 وإن شاء الله سوف تتزايد تدريجيا. عند عودة الجماهير لابد أن يكون هناك منظومة متطورة ومنظومة إلكترونية جديدة مثل ما تم في أوروبا من قبل. هذه المنظومة هيكون لها دور كبير وشأن كبير في تنظيم دخول الجماهير وأيضا الحفاظ على سلامتهم، وأيضا هيكون لها عائد اقتصادي كبير على الاستادات وأيضا الفرق أصحاب المباريات التي تستضيف مباريات الدوري العام. الحقيقة دكتور أنه كما هو مذكور من منظومة الإي تيكتنج واللي طبعا متبعة بشكل عالمي، أنه الاهتمام أيضا بإنشاء قاعدة معلومات آمنة، هل الهدف هنا التأمين أم بنتكلم في زيادة الموارد المالية للمنظومة، أم يعني إيه المستهدف من خلال إنشاء منظومة الإي تيكتنج؟ المستهدف طبعا هو تنمية الموارد وأيضا الحفاظ على سلامة الجماهير وأيضا الحفاظ على أو تطوير الملاعب المصرية حتى تكون أيضا جاهزة لاستضافة أي أحداث رياضية. هناك اشتراطات للنيابة العامة، هناك أيضا اشتراطات وضوابط ومعايير من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بوجود منظومة إلكترونية، بوجود كاميرات، بوجود ضوابط داخل استادات كرة القدم حتى تكون جاهزة لاستقبال أي بطولات، لاستقبال أي مباريات سواء محلية أو قارية أو عالمية. هل في رؤية أولية دكتور لمسألة البيانات؟ يعني إيه المطلوب من أي شخص بيقوم بحجز التيكت عبر المنصات الإلكترونية؟ والله دكتور أشرف صبحي النهاردة أشار أن هيكون هناك استعراض لكافة مطالب تنفيذ المنظومة من أجهزة ومطالب تحميل وتشغيل والبنية التحتية المطلوبة للتشغيل، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة لديها رغبة دائمة في الإصلاح والتحديث خاصة في ظل التحولات المتواصلة للأحداث على كافة الأصعدة وأيضا المجالات التي تعكس مؤشرات مختلفة على قطاع الشباب والرياضة. وده اللي أكده أيضا معالي وزير الإنتاج الحربي السيد اللواء محمد العصار وتأكيده على دور الدولة في عودة الجماهير، ولكن هذه الجماهير لابد أن تكون لها قاعدة بيانات، لابد أن يكون هناك ضوابط معايير تتفق مع اشتراطات النيابة العامة وأيضا تشترط مع الضوابط والمعايير الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة الفيفا، الاتحاد الدولي للفيفا كما أشرنا في بداية الحوار. إيه البيانات يعني يا دكتور؟
البيانات هتكون هناك نظم معلومات خاصه بكافه البيانات الخاصه بالجماهير. يعني هتكون عند حضراتكم القاعده مثلا من خلال الرقم القومي اللي عايز يحجز تيكت يدخل برقم قومي وده مساله كافيه؟ هيبقى في تعاون ما بين اتحاد كره القدم والانديه ووزاره الشباب والرياضه والاجهزه المعنيه في تكوين هذه القاعده. طبعا بتبقى من خلال الرقم القومي، هيبقى في كروت زي كروت موسميه او سنويه نفس النظام المتبع في اوروبا. هيبان شكل المنظومه امتى؟ هل في اجتماعات بقى قريبه لتفعيل او للعمل على الارض لبدء هذه المنظومه الالكترونيه؟ طبعا في اجتماعات مستمره وقائمه خلال المرحله المقبله للتاكيد على هذا النظام وادخاله باسرع وقت داخل الملاعب المصريه. طب دكتور، عايز اعرف دور شركه فالكون هنا، التامين خارج الاستاد ولا جوه الاستاد كمان؟ هناك منظومه سوف تكون متكامله بشكل كبير للتامين داخل الاستاد وخارج الاستاد. منظومه قطاع خاص ولا منظومه زي ما هناك تعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي؟ السابقه اتفضل يا فندم. التنسيق هيكون ما بين شركات قطاع عام وقطاع خاص او قطاع حكومي وقطاع خاص. مين اللي هيدفع التكلفه للشركات يا دكتور؟ اتحاد الكره ولا الانديه؟ ما زالت الدراسه قائمه. طيب نتمنى كل النجاح للدراسه وللمنظومه ان شاء الله تكمل على خير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. خلونا نرجع لخبر النادي الاهلي ومساله التصعيد والبيان اللي توجه به لاتحاد الكره. وللمزيد من المتابعه معنا عبر الهاتف كابتن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكره ورئيس لجنه الحكام. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني شفت ازاي موقف الاتحاد او موقف النادي الاهلي البيان اللي توجه به لحضراتكم او للاتحاد؟ هو النهارده ان شاء الله وصل خطاب من النادي الاهلي متعلق بالمباراه الاخيره مع الانتاج الحربي والاخطاء التحكيميه. وهذا الخطاب هيعرض على مجلس الاداره، وفي النهايه مجلس الاداره هيقرر ما يتخذه مناسبا في مثل هذه الحالات ان شاء الله. هل من حق اي نادي انه يطلب تحقيق مع حكم بعينه او انه يطلب وقف او منع طاقم حكام من اداره مباريات قادمه؟ من الطبيعي طبعا ومن المنطق ان زي ما ما فيش حد يقدر يتدخل في عمل مجلس اداره النادي الاهلي او في المدير الفني للنادي الاهلي، نفس الشيء بالنسبه للجنه الحكام. لجنه الحكام تعتبر لجنه تابعه لاتحاد الكره وهي لجنه تعتبر مستقله. ما فيش حد على الاطلاق ممكن يتدخل في عملها ايا كان، مش النادي الاهلي فقط او اي نادي اخر داخل مصر. ودائما كنا بنسمع عن بعض الانديه بتطلب ان في حكام لا يتم اسناد مباريات ليهم لانديتهم، هذا كلام لجنه الحكام كانت لا تعبى بيه على الاطلاق، وهي بتختار الحكم المناسب للمباراه. يمكن برضو جه على لسان حضرتك انه الاخطاء التحكيميه غير مقصوده واخطاء بشريه وان الاهلي استفاد منها في بعض الاحيان. زي ما حضرتك قلتي يمكن في بدايه البيان اللي اطلق النادي الاهلي او الخطاب اللي ارسله لاتحاد الكوره استشهد بالمحللين والخبراء في استوديوهات التحليل على اخطاء طاقم التحكيم في المباراه. برضه نفس القصه بقولها ان نفس الخبراء ونفس المحللين هم اللي اجزموا ان هدف الاهلي في وادي دجله وهدف الاهلي في اسماعيل انه غير صحيح. اذا طب خليني اطرح على حضرتك موقف افتراضي، يعني خلينا نقول انه من المفترض ان هناك مباراه بتجمع بين الاهلي واي فريق اخر، ومن المفترض ان كابتن ابراهيم نور الدين هو هيحكم هذه المباراه، وبالفعل الاهلي نفذ تهديده وانسحب. طيب فقدنا الاتصال باستاذ عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكره ورئيس لجنه الحكام. اكيد هنحاول نجيب كابتن عصام مره اخرى لمزيد من تفاصيل حول ملف الاهلي وتهديده بالانسحاب من الدوري. خلينا نذهب لخبر اخر. طيب رجع لينا كابتن عصام مره اخرى. كابتن عصام حضرتك سامعني يا فندم؟ انا سامعك كويس. كنت بسالك عن يعني خليني احط قدام حضرتك موقف افتراضي وان هناك مباراه هتجمع بين الاهلي واي فريق اخر، وانه هذه المباراه من هيقوم بتحكيمها كابتن ابراهيم نور الدين،
انسحب على اثر ذلك النادي الاهلي، ايه هيكون الموقف؟ اعترض انه يلعب. والله احنا في الاول وفي الاخر في منظومه محترمه، هي منظومه كره القدم، وبيديرها اتحاد كره محترم، والنادي الاهلي نادي شعبيه كبيره وقيمه كبيره كلنا بنحترمه. في النهايه يجب على الجميع احترام اللوائح والقوانين المعمول بها داخل هذه المنظومه. يجب ان يكون هناك احترام متبادل بين كل عناصر اللعبه لو احنا عاوزين يكون عندنا منظومه كره قدم محترمه في مصر. وزي ما قلت لحضرتك ان الاخطاء زي ما النادي الاهلي استفاد بيها بيجي وقت بيبقى النادي الاهلي لا يستفيد من هذه الاخطاء، اذا الاخطاء ليست موجهه ضد احد على طول الخط او مع احد على طول الخط، ولكن هي في النهايه هي اخطاء بشريه، لان احنا في مصر للاسف الشديد ما عندناش ملائكه بيحكموا مباريات كره القدم، هم بشر والبشر خطاؤون، ويجب ان نفهم ده، ويجب ان نفهم المفهوم الحقيقي لرياضه كره القدم، وهي الروح الرياضيه وحسن الاخلاق والنبل، هو ده مفهوم كره القدم ومفهوم الرياضه بشكل عام. يجب ان المفهوم ده يكون موجود، يجب ان ننبذ التعصب، يجب ان يكون عندنا ثقافه. على فكره من قبل بدايه هذا الموسم انا تنبأت بما يحدث، لان قبل بدايه هذا الموسم حصل بعض المشاكل او الصراعات ما بين بعض الانديه وبعض الشخصيات، وهم بيحاولوا يقحموا التحكيم في هذه المشاكل. احنا بعاد تماما عن هذا، ويا ريت يمكن كان زمان التحكيم كان هو الحلقه الاضعف. بس يا فندم يعني اسمح لي كابتن عصام، يعني الاخطاء بتاعت المباراه الاخيره تحديدا الاهلي وانتاج الحربي، ايه علاقتها باللي حضرتك بتقوله والمشاحنات؟ احنا تابعنا مشاحنات على الشاشه. لا، المشاحنات قبل بدايه الموسم في مشاحنات ما بين الانديه، ما بين بعض رؤساء الانديه. ما هو ايه يا فندم علاقه المشاحنات اللي قبل الموسم بين اخطاء تحكيميه واضحه؟ يا فندم من قبل بدايه الموسم هناك بعض المشاكل ما بين بعض الانديه، وقالوا ان الحكام هيجاملوا فريق بعينه وهذا الكلام، ده الكلام اثر على فكر بعض الانديه. ممكن يكون ده اثر على كابتن ابراهيم نور الدين في ادائه. لا ما بتكلمش على ابراهيم نور الدين، انا بتكلم على فكر الانديه نفسها، ان ممكن حد يتدخل في عمل التحكيم. انا عاوز اقول من رساله من خلال حضرتك ان ما فيش مخلوق داخل مصر او خارج مصر اهتم بالتحكيم غير اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو المنوط وهو المسؤول عن تطوير التحكيم ودفع المبالغ الماليه التي تساهم في تطوير التحكيم، وايضا دفع المكافآت الماليه نظير للمباريات اللي بيديروها، وما فيش اي حد بيدفع اي شيء لاتحاد الكوره. طب خليني اسال حضرتك انه كان في تصريحات من احد اعضاء الاتحاد بوقف طاقم الكابتن ابراهيم نور الدين عن بعض المباريات القادمه، هل هذا صحيح؟ لا طبعا هذا عالي تماما من الصحه، واحنا طبعا بعد كل ازمه بيطلع علينا بعض التصريحات ومعظمها بتكون غير حقيقيه، وبنطلع برضه بننفي هذه التصريحات، هذا التصريح غير حقيقي من مره، واحنا بكره هنقعد مع يعني عاملين معسكر مفتوح للحكام بكره وبعده، بنستغل طيب فتره التوقف للدوري. احنا كده فهمنا انه لا الطاقم ولا كابتن ابراهيم هيتحل التحقيق لانه الخطا غير متعمد والاسباب اللي حضرتك ذكرتها، ولكن ايه الخطا يا فندم الاجراء اللي هيتاخد في مثل هذا الخطا او في خطا صحيح واضح حدث في اي مباراه علشان ما يتكررش تاني؟ صحيح احنا بنعمل ايه يا فندم؟ بعد كل اسبوع احنا عندنا 7-9 مباريات في الاسبوع، عندنا 18 فريق في الدوري بتسع مباريات في الاسبوع، بعد نهايه كل اسبوع بنعمل جلسه تحليل الاداء الفني للحكام، وبنشوف الايجابيات وبنحاول ان احنا نعظمها وان هي تبقى مستمره، وبنشوف السلبيات وبنشوف حصلت ليه السلبيات وكيفيه علاجها. هو ده اللي بيحصل على مستوى العالم وفي كل اماكن وفي كل لجان التحكيم، وبنحاول نقلل من هذه الاخطاء، وبنحاول ان المباريات القادمه الحكم اللي وقع في خطأ معين خلاص بيتعلم منه وما يقعش فيه مرة أخرى، وبنقول له إيه العلاج من خلال عدم إن هو ما يقعش في هذه الأخطاء مرة ثانية. طب يا فندم انا عايز اعرف الاجراء اللي بيحصل لي او بيحصل مع الحكم اللي وقع في خطا مهني. ممتاز يا فندم ممتاز. احنا عندنا الاخطاء بتقع نتيجه الاهمال من الحكم، اهمال في انه بيفتح زاويه رؤيه جيده، دي حاجات تقنيه يعني في التحكيم او التكتيكيه، انه يفتح زاويه رؤيه جيده بيحصل منه اهمال انه ما اتحركش بشكل الصح المناسب عشان يفتح زاويه رؤيه. لو احنا دلوقتي في الاسبوع الخامس، لو كان في الاسبوع الاولاني كان في خطا حصل من احد الحكام وهو لا يحكم حتى الان، هو بيحكم في ما بنقفش الحكم عن الايقاف، ما بيكونش ايقاف كامل للحكم عن اداره المباراه، لكن لما بيحس بيحدث ايقاف لحكم بينزل للدرجه الادنى، يعني بيحكم في القسم الثاني او القسم الثالث، ولكن
لا يمكن ايقاف حكم او لاعب عن مزاوله مهنته، لان لو وقفنا تماما هيبقى محتاج الى فتره اعداد جديده ومحتاج الى مباريات كتير عشان يرجع لفورمته الاساسيه، ولكن احنا العقوبات بتكون تنزيله للتحكيم في الدرجه الادنى. وده حصل مع حكام على فكره منذ الاسبوع الاول، احنا يعني ماشيين بمبدا. طب يتم خصم حتى يا فندم من الراتب، من المكافئات، اي نوع من اي عقاب بيحصل؟ هو ده العقاب، ده اشد عقاب ان يكون حكم دولي كبير. حضرتك قلت ما الوقف ده ما ينفعش علشان لا، ما هو بيتوقف ايه؟ ما بيحكمش في نفس المستوى اللي بيحكم فيه اللي هو هو الدوري الممتاز، ينزل للمستوى الادنى، وده بيبقى شيء صعب جدا يعني دي عقوبه شديده جدا. صحيح. على اي حكم. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكره ورئيس لجنه الحكم. خلينا نذهب الى خبر اخر، وواقعة حدثت اليوم في شارع سيمون بوليفار، وكان صرح مصدر امني انه بتاريخ اليوم تمكنت الخدمات الامنيه بمحيط ميدان سيمون بوليفار بدائره قسم شرطه قصر النيل من ضبط المدعو عبد الله ايمن عبد السميع 24 سنه، يقيم بالوراء في الجيزه، وده حال اشتعال حقيبة كان بيحملها أعلى ظهره بها زجاجة بلاستيكية تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال. حقيقة أنه بيشير الفحص المبدئي لأن المذكور بيعتنق بعض الأفكار المتطرفة وكان بيعتزم استخدامها في عمل عدائي. الحقيقة أنه هذه الواقعة لم تسفر عن إصابة المذكور أو حدوث أي تلفيات أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة، والآن السلطات بتأخذ الإجراءات القانونية وبيتم عرض هذا الشخص على النيابة العامة للوقوف على تفاصيل أكثر لهذه الواقعة. خلينا نذهب إلى خبر آخر مشاهدينا والأخير عن الداخلية، ويمكن لقي 4 أشخاص من العناصر الإجرامية مقتلهم في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، وده في طريق العين السخنة، وده أثناء مطاردة القوات لهم بعد بلغات بارتكابهم أعمال سرقة بالإكراه وتهديد حياة المواطنين، وده باستخدام أسلحة نارية. كانت تبلغات وردت للشرطة بقيام ملثمين بيستقلوا سيارة بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد التجمعات السكنية، وده بامتداد شارع 90 في التجمع الخامس لإيقاف المواطنين، وبيتم السرقة بالإكراه، بينما استطاع أحد المواطنين الهرب بسيارته وأطلق المتهمون الأعيرة النارية على السائق وأصابوه بطلق ناري وتم سرقة كل متعلقاته. ويمكن رصدت القوات أو تم رصد الحركة، حركة السيارة، وتم اكتشاف تواجد هذه السيارة على طريق العين السخنة، ووقعت مطاردة وتطورت إلى تبادل إطلاق نار بين المتهمين والقوات، وانتهت بمقتل الـ4 متهمين. طيب للمزيد من التفاصيل اللواء بينضم إلينا عبر الهاتف اللواء أسامة طويل مساعد وزير الداخلية السابق. سيادة اللواء أهلا بيك يا فندم، ويمكن الداخلية مستمرة في نشاطها وفي مكافحة العناصر الإجرامية وضبط الأمن بالشارع، وآخرها هذا الحادث بطريق العين السخن. طبعا مساء الخير يا فندم عليك وأستاذة المشاهدين، ويعني عاوز أقول إن دي جزء من النجاحات التي تقوم بها الأجهزة الشرطية في عملياتها الاستباقيه ضد العناصر الارهابيه، لان دلوقتي احنا تولد لدى ضباطنا العقيده الكامله والايمان الكامل بحمايه الوطن ومباغته كافه العناصر الارهابيه ايا كان مكانها، سواء كانت في مناطق جبليه، في مناطق رمليه، في مناطق زراعيه. احنا مدربين دلوقتي، ابنائنا مدربين تدريب عالي جدا على كيفيه المواجهه ايا كان المكان والزمان، بعد اكتمال اللوجستيات الكامله للمواجهه، بالاضافه الى الايمان بالقضيه ان تلك العناصر لابد من اكتساز اصولها من
تلك الأرض الطيبة. ست لواء، يمكن الأنباء الواردة أنه الحادثة ابتدت من 90 وتم المطاردة والقبض على العناصر أو قتل العناصر الإجرامية في العين السخنة. يعني لو تحدثنا أكثر عن بشكل تحركات الداخلية، هل بيكون من خلال أجهزة بعينها أنه بيتم مطاردة هذه العناصر؟ إيه اللي بيحصل في هذا الإطار يا فندم؟ هو فن اللي يحصل في هذا الإطار نتيجة استعافة الأجهزة الأمنية، يكون لديها معلومات مؤكدة عن تلك العناصر وأماكن وجودها، فبيتم مباغدة تلك العناصر في التوقيت المناسب للمباغتة بحيث يتم القضاء على تلك العناصر. ساعات العناصر بتتسرب من مكان ظنا منها إن هي هربت، لكن احنا عندنا تنسيق كامل ما بين الجهات الشرطيه في عمليه تعقيم الاماكن وابلاغ كل قطاع بان في العناصر بتواجدها، بيتم احكام السيطره عليه في المكان المتواجدين فيه بحيث ان هم يتم القضاء على تلك الفئه الاسيره. ايا كان المكان والزمان وايا كان المحافظه اللي هم فيها، يتم التنسيق والاتصالات ما بين القيادات شأنها والضباط القائمين على الضبط والمواجهة لحين انتهاء المأموريات. شكرك، شكرا جزيلا سيادة اللواء أسامة طويل مساعد وزير الداخلية السابق. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، أكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل للحديث عن شراكة أو تعاون بشكل أو بآخر بين البرلمان وبين الحكومة لتوفير خدمات إذا كانت صحية في الأرياف أو الصعيد، وأيضا دمج الغارمين والغارمات في المجتمع في تحرك جديد بشكل أو بآخر. انتظار حضراتكم.